كفتة الدجاج بالبطاطس مقرمشة ولذيذة، وعلى فكرة تنفع تتفرزن. استخدمت بالوصفة دجاج المفروم من دجاج إنتاج، دجاج محلي وطازج. في البداية حمست بصل وفلفل بارد، وبعد ما ذبل ضفت الثوم والدجاج المفروم وقلبتهم زين، وبهرتها بالبهارات المشكلة، كتبت لكم بهارات مع الملح طبعا، ونقلبها لين يستوي الدجاج تماما. بعدين أضيف بطاطس مهروسة وشوي جبن موزاريلا وبهارات، شوي من البهارات المشكلة، ونقلبهم، وبقدونس أخضر ونقلبه، ونبدأ نشكله على شكل أصابع أو أقراص حسب ما تحبون. بعدين نغمسه بالدقيق والبيض والبقسماط، وندخلها الفريزر شوي تتماسك قبل القلي، وبعدين نقلاها بزيت غزير. بعدها استمتعوا بكفتة دجاج مقرمشة ولذيذة، أنا أضمن لكم أنكم راح تدمنونها. جربوها راح تعجبكم، وبالعافية.